This is Matt Sweeney, and this is a very special episode of Guitar Moves, because I'm in Dakhla, in the disputed territory of the Western Sahara, Morocco, where my friend Jay Bulger is wrapping up his film, Their Heads Are Green and Their Hands Are Blue. Jay's been retracing the great writer Paul Bowles' steps, capturing the music of various tribes in Morocco, and I got to tag along. The highlight was meeting Dway, the master guitarist of the Hassani tribe. Dway and his family band, Group Dway, which includes his wife and his sons, play music 24/7. Dway is a master musician, a master dude, and a great host. He was kind enough to invite me into his house for tea and some jams. Start playing electric guitar. الفكرة جاتني أنا كنت موسيقى تعطيت لها 1978. وبديت بداية شوي ديك الساعة بداية صعيبة. الجيتارات ممكنين مور. درت ديك الساعة كنمشي نعقل راسي في هذا الكورنيش كنمشي بوحدي كنبقى تماك بوحدي كنصنع الجيتار راسي. Cool. كنشد اللاطة دوك ديال الزيت الكبار. وكندير فيها واحد العود ندير واحد هذوك باش كنصيدو خيوطه كنبقى ندير فيها جوج خيوط كنبقى نلعب حتى تعلمت شويه شديت واحد الجيتار اكوستيك شويه 82 وليت شويه مزيان 84 خديت واحد الكتريك وبقيت معاه بحال هكا So you taught yourself? I bought a guitar. Any inspirations on electric guitar? Jimi Hendrix. دائما كنت عندي ديك الساعة مازال ما كاين لا السيديات ولا عندي واحد الشجالة كنعقل عليها سميتها سانيو كاسيت ديما كنعقل ليل على النهار نهار على الليل كنصنت هو محب انا لجيمي هندريكس ونبقي الموسيقى ديالو وخارج المغنيين الثانيين كبار نبقى كي جيمس براون كيف ستيفر واندير كيف داي ستريت يغلق كنا أنا شارب من جيمي هندريكس If you could explain Hassani music maybe to the world for people who don't know الموسيقى الحسنية هي التراث نحن الأصيل الموسيقى الحسنية نقولوا احنا الطرب الحسني يعني هي موسيقى ديالنا احنا التراث ديالنا فيها قنوا على التراث قنوا على الحب قنوا على فهمتي هذه هي الموسيقى الحسنية قابلها عني مادي ولا ذاك كنت جري في عروقي وقابلها انا عاجبتني الموسيقى وتوف انا صوتي انا عاجبتني ما مقد يعني ماديا ولا ذاك الموسيقى نحب الموسيقى وتوف ما نعرف كيفاش نشرح حاجة ترجمة
مساك زيدو.